الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم، اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في أرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا.
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا.
وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Throughout the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala promises us that He will be with us, supporting us, protecting us, and reassuring us. And there are three groups in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala promises His ma'iyyah. The first group is al-mu'minin. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Allah promises us that He is with those who have iman, those who have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and those who have yaqeen, certainty that Allah is with them. When you have this conviction that Allah is with you, then He will indeed be with you and you will have nothing to fear. When Allah subhanahu wa ta'ala commanded Musa alayhi salam and Harun alayhi salam to confront Fir'aun, they were both terrified. But Allah reassured him. He reassured them. قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى He said, do not fear. I am with you, listening and watching.
And so they had iman in Allah when they confronted Fir'aun, and so Allah subhanahu wa ta'ala gave them victory and allowed them to escape with Bani Israel. And as they fled with the Red Sea in front of them and Fir'aun's army behind them, Bani Israel started panicking and saying, we're doomed. But Musa alayhi salam had iman. قال كلا إن معي ربي سيهدين. He said, no, my Lord is with me, he will guide me. And because of Musa's iman in Allah, Allah subhanahu wa ta'ala was with them, and he caused the Red Sea to split and saved them from Fir'aun. And when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was making hijrah with Abu Bakr, and they were hiding in Ghar Thawr with Quraysh just on top of them, Abu Bakr, again, he was scared, but the Prophet sallallahu alayhi wa sallam reassured him. He said, مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. He said, O Abu Bakr, what do you think of two men whose third is Allah? Do not fear, Allah subhanahu wa ta'ala is with us. And so they had iman in Allah, and so Allah was with them, and he hid them from Quraysh and protected them. So when we have iman in Allah, then he will be with us and we will have nothing to fear. The second group that Allah subhanahu wa ta'ala promises his ma'iyyah are al-muttaqeen. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala is with those who have taqwa and those who have ihsan. He's with those who are mindful of him and fearful of him and those who worship Allah as if they can see him. Because how can you expect Allah subhanahu wa ta'ala to be with you if you do not worship him as he deserves to be worshipped, if you are not mindful and fearful of him? Because part of Allah being with you is that he is constantly watching you. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. And he is with you wherever you are and watching whatever you do. So Allah watching you is guaranteed. But whether or not he is watching over you and supporting you, that is only if he is pleased with your actions. The final group that Allah subhanahu wa ta'ala promises his ma'iyyah are as-sabirin. قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. When Talut and his small group of believers were fighting for the freedom of Palestine, they remembered how Allah subhanahu wa ta'ala has caused small groups of believers to overcome overwhelming odds, and that Allah subhanahu wa ta'ala is with those who have patience, those who have endurance. And so we must keep in mind that when times are difficult, when we see Muslims suffering all around the world and the victory of Allah subhanahu wa ta'ala seems distant, we must keep in mind that Allah subhanahu wa ta'ala is still with us and that he will give us our victory whenever he deems fit, because Allah subhanahu wa ta'ala operates on his own timeline. And until he grants us our victory, then we must remain patient. And so as long as we maintain our iman in Allah, our taqwa, that we are mindful of him, and our sabr when times are difficult, then Allah subhanahu wa ta'ala will be with us and he will grant us our victory whenever he deems fit. Allahumma ja'alna minal mu'mineen al-muhsineen al-muttaqeen al-sabireen. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي بورما وفي الصين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum. I'm going to do the questions, inshallah, tonight. So first, starting with the questions from last Thursday night. Question one, the people of Prophet Nuh alayhi salam rejected his message in part arguing that he is as human as they are, and blank. And the correct answer was B, his followers are not the elites. And then question two, Prophet Saleh alayhi salam was sent to C, the people of Thamud. And then question three, Prophet Lut alayhi salam was commanded to leave the city with his family except for his blank, and the correct answer was A, his wife. So to announce the winners real quick. Let's go. Hajar Salim. That's the first one.
can't read this. Ali Al. I can't read the last name, so I'm going to skip this one. Huh? No. Umar Abdul Nabi. And then the last one, Aya Darwish. And you guys can get the gift cards from Umar after the salah, inshallah. And then the questions for today. In verse 23 and 24 of Surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala instructs us to pay special care to our blank and treat them in humility. And the options are A, children, B, parents, C, neighbors. Question two, Allah subhanahu wa ta'ala supported Prophet Musa alayhi salam with clear signs to his people, like his hand and the staff. How many signs was he given? And the options are A, 6, B, 9, and C, 12. And then question three, the first strange thing that the righteous wise man did after Prophet Musa alayhi salam joined him was related to A, the options are A, boy, B, wall, and C, boat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. استقيموا وسووا يرحمكم الله. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك بالحق إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا مبينا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان،
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ثم لا يجدوا خلافك إلا قليلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فاسجد به نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استووا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا وقالوا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرون للأذقان، إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. الله أكبر. قل آمنوا به، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.
الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعت الشفعي أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعة الوتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم لك الحمد كما نقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرفع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. إنك تعلم ما لا نعلم. إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا
وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك رهابين، لك رهابين، إليك مطواعين، لك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة صدورنا. يا إلهنا وخالقنا ورازقنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا. نسألك اللهم أن تهب لنا جزيل عطائك، والسعادة بلقائك، والمزيد من نعمك وآلائك. نسألك اللهم أن تذقنا برد عفوك، ولذة مناجاتك، وجميل كرمك، وفيض نعمتك، وواسع رحمتك، وواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، هل في الوجود من إله سواك فيدعى، أم هل في الملأ حاكم غيرك فيرجى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ إلى من نلتجي وأنت الكريم الساتر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى الناصر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والباطن والظاهر، يا ملجأ القاصدين، يا جليس الذاكرين، يا أنيس الموحدين، يا من هو عند دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، نسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. نسألك اللهم أن تمن على إخواننا المستضعفين في الأرض، وتجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين، وأن تمكن لهم في الأرض وتري أعداءهم ومن عاونهم منهم ما كانوا يحذرون. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي السودان وفي اليمن وفي الهند وفي الصين وفي كل مكان. اللهم اكلأهم برعايتك، وحفهم برعايتك وعنايتك. اللهم أطعم جوعاهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم، وتقبل شهداءهم في الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالكافرين والظالمين. اللهم اقتلهم بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم، وأرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اللهم اجعل لنا ولأمة المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. ربنا عليك توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا ونج إخواننا برحمتك من القوم الكافرين.
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله الله أكبر.